السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بيكم في درس جديد بعنوان النقود. هنتعلم النهاردة يا أصدقائي إزاي نتعامل مع الفلوس عشان محدش يضحك علينا، عشان لما بابا يدينا المصروف نعرف هو بيدينا إيه وهنروح نشتري بكام وهيتفضل معانا كام. اكتب المبلغ معانا دلوقتي 50 و20 وجنيه، جنيه وخمسين وعشرين وعشرة جنيه واتنين وجنيه كمان، يبقى 2 جنيه 3 جنيه، يبقى أصبح إن أنا معايا كام؟ 83 جنيه. 83 جنيه، عايزين ال22 جنيه. 22 جنيه أحطهم إزاي؟ ادي 10 وادي 10، يبقوا ايه؟ 20، وكمان جنيه يبقى 21، وكمان جنيه يبقوا 22 جنيه. لدى ياسر المبالغ الآتية، معاه دلوقتي ياسر معاه 50 و20 يبقوا كام؟ 70، وعشرة يبقى 80 جنيه، دلوقتي معاه 80 جنيه، وكام؟ يبقى كده، وخمسة جنيه يبقى كام؟ 85، وجنيه يبقى 86 جنيه. 86 جنيه اشترى طلبات بمبلغ 64 جنيه، فماذا يتبقى معه؟ مع ياسر كام؟ 86 جنيه. بابا بعته يروح يشتري حاجات من السوق، صرف منهم 64 جنيه، اتفضل معاه كام؟ تعالوا نشيل الايه، ال64 جنيه، ادي 50 وادي 10 جنيه، يبقى كده 60، يبقى فاضل 4. ايه الرقم اللي ممكن، يعني ايه العملة اللي انا اقدر اشيل منها 4؟ ايوه، ال5 جنيه، هيتفضل الراجل هيديني باقي منها جنيه، يبقى اتفضل معايا كام؟ 22 جنيه. شكرا لكم أصدقائي الحلوين، وبكده ينتهي درس النهاردة، واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم ببساطة.